تمام يا فندينا، في ميعادك مظبوط. احنا كل شغلنا مظبوط. هتقول له طلع على البضاعة الأول. وماله طل؟ بس سلم تستلم، مش ده الأمر؟ ما أنا عارف وكمان جاهز، بس أحب أطمن. طمن وماله؟ ما يضرش. والله زماني غريب. حقك يا خميس. أصل يا غريب. أصل يا فندينا. حكومة! خيانة يا خميس، الفلوس كلها راحت. عملتها يا ابن النوح. لازم تهرب يا خميس، الحكومة طبت. أقول لك امشي. اسمع كلام يا أخي، روح لأمي. امشي. هتموت يا غريبة. امشي. يلا. رصاصك خلص يبقى هتموت. ثم ان اهل المجنى عليه ما اتهموش خميس ابو سنه بقتل ابنهم، بل على العكس كل اقوالهم لصالح موكلي، سيما وان الشهود وتحريات المباحث افادت ان موكلي لم يكن يقصد قتل المجنى عليه. اما بالنسبه للتهمه الاخرى والخاصه بالاتجار بالمواد المخدره، فالمعمل الجنائي قد افاد بسلبيه جميع العينات المضبوطه، وده دليل فني ملزم للمحكمة يا فندم. يعني احنا في السليم يا سعادة الرئيس. وشكرا. الحكم يصدر بعد المداولة. رفعت الجلسة. جماعة!
بسم الله الرحمن الرحيم. بعد المداولة والاطلاع على أوراق الدعوة ومواد الاتهام وسماع المرافعة، حكمت المحكمة حضورياً على المتهم خميس عنتر أبو سنة وشهرته أفندينا بالسجن 7 سنوات مع مصادرة السلاح المضبوط. رفعت الجلسة. ألف مبروك يا ابني، ألف مبروك يا حبيبي. روح أم الخير وما تخليهاش تيجي تزورنا. ما تقلقش يا ربنا، هيعدوا أيام. روح يا أم. مع السلامة يا حبيبي. ريحيني وروح يا أم. مع السلامة. يا رب. تقطع بينا. اتفضل شاي. الود بين الاحبه موصول يا شاويش محمد. طمني، ابنك اتعين في الداخليه ولا لسه؟ البركه في دعوات الحاجه. دعوات الحاجه برضو؟ وانت يا كبرنا حلوين. الله حلوين. اي حاجه يحتاجها تجيلي. نعناية جوز. بقولك ايه يا كبيرنا، الفلوس دي كانت متشالالك في الامانات، وانا قلت اجيبها لك بنفسي لحسن يقلبوها لك وما بيسلموك الحاجة. انا عارف ان انت طول عمرك نزيه ومش هتسأل في المواضيع اللي زي دي. اتفضل يا كبير. الفلوس دي خليكوا رجالة زي ما انتوا زي ما انتوا زي ما انتوا. الفلوس دي يا شاويش محمد للرجالة هنا، لكل الرجالة، واي حاجة يحتاجوها، اي حاجة. رقبتي سدادة اصل يا كبير، وكل شهر هيوصلك زيهم. طول عمرك كبرنا يا فندينا. حلوين حلوين حلوين. مبور 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 يا فندم. تمام. لا دي حركة حركة حلوة. عتب على عتب. سفارس سفارس يا كده افتكرت يا معلم. انت مش كنت خرجت ورجعت وانا ليه بطفى غيره؟ يا دي انت ايه جاحد؟ عيالك ما بيوحشوكش؟ يا رب اسمه كريم. ده كريم يا رب، هو احسن برضه يتربوا بعيد عنك، دي خلقه تربي نشأة. وعلى فين العزم ان شاء الله؟ لا ده لفه طويله، ايش مخدرات وايش ابن عام وبين عنان اللي هكون هربت الفلوس بره البلد. ده انت جاي منوعات بقى. طب خد امسك، خلي دي معايا. لا خيرك 7 سنين معلمين. ياد رزق ياد، مكتوب لك ياد، خد ياد ما تقطعش. طول عمرك حنين يا سيدي المعلمين. والدنيا بره عامله ايه يا سبارس؟ ملطاش يا سيدي المعلمين، والناس بقت معشقه في بعضيهم ومحدش فاهم حاجه خالص، واصعب حاجه اني ما عادش في المزاج. ايه الدنيا بقت صعبه؟ خد امسك، انا هطيب لك مزاجك. لا لا ايه ده، عدوي واخناتون، مفيش حاجه، مفيش حد غريب. خد ياد. الله، اي صنف ده يا معلم؟ صنف ايه يعني؟
مزاج الخير طبعا، وفي غيره مهما الدنيا تتغير لا يمكن يتغير ولا ريحته ولا لونه ولا ميزانه. طول عمرك على اديب يا سيدي المعلمين. يلا يا حنان يتوب علينا ربنا. ادي ساعتك وادي سلسلتك وادي خواتمك وادي يا سيدي مفاتيحك وادي محفظتك. الله، مين دي يا فندينا؟ طمانة مراتك؟ مراتي في حد بيشيل صورة مراته برضه يا جويش؟ على قولك ده ايه بفال عفش؟ بقولك ايه، انا اديلي فلوس لسوش محمد وكده يبقى امان يا فندينا. وصلت وصلت شكرين. ما بتنساش حد ابدا يا فندينا، ده رزق ويروح لاصحابه، هي دي الاسمة. بالحضن بالحضن يا اجدع رجال. هتوحشونا رجاله، يتوب علينا ربنا. اوعى تقول لي انك جاي تودعه. اسر يا منصور، انت في طار بايت بينك وبين خميس افندينا. لو انت سادة يا فندم، ده ادمان اكتر منه طار. طب وعليه يا سيدي ده كله؟ اللي زي ده موجود منه كتير. اللي زيه تخاف منه، لكن غيره بنعرف نجيبهم بسهوله. الدنيا مليانه بلاوي، والبلاوي مفيش اكتر منه، زي الرز. بس السوس بياكل فيه، انما ده رز ابيض متساوي على البخار، يعني تشم ريحته قبل ما تشوفه. ده انت معجب بيه قوي. افندينا لو قريت ملفه اكتر من 100 مره مش هتعرف تخرج منه بجمله واحده مفيده. واحد كان بينه وبين حبل المشنقه مفيش، وفجاه وبقدره قادر ينزل الحكم 7 سنين. مش قريت محام وحظ متهم؟ هو ده اللي خلاك تسيب كل حاجه وتيجي وراه لغايه هنا. في ريحه خطر يا فندم بيهدد خميس، خصوصا ان نوح ما اتهموش، يعني في تربايت. ده غير ان نوح استولى على البيت ورجع اهله تاني لشغل الشارع والشغل الشعبي والقطاعي، ودي فرصه يا فندم نلم الغله ونخلص من كل الوغش ده مره واحده. تمام يا فندم، خميس خلص الاجراءات وخرج. افندينا خرج يا رجاله. بعدوننا عن كل اللي واقفين، تطلع فصيلة دم منى الوحيدة هي اللي تنفع تديلك يا ابن المحظوظة. مصيبة لا تكون الأنبوبة دي رايح جاي والبس نقطة زفرة من دمك المليان بلاوي. أنا بكده اطمنت على روحي عشان خدت من دمك سر الخلطة يا فندينا. خلطة؟ خلطتك انك لزقت فيا ولبست الطلقه بدالي يا خفيف. افندينا خرج يا رجاله.
معلوم اكمنك ما رضيتش تسجد معانا لربنا يا واطي. يعني كانت سجدت منتخب مصر يا خي. يفلت منكوا في السجن وبره كمان العيار ما يسيبش وتطلع تحود. الله، ده انا بعلي فيكوا سنين عشان اليوم ده، مش عشان تقفوا قصادي وشكوا في الارض وقفى كل واحد فيكوا يعمر فرن عيش بحاله. ما يا معلم هو اللي اخرس ياد اخرس. انت فاكرك راجل بقيت ثابته وعصار، طلعت مره بايد طريه وعين زيغه. اتفوخس عليك راجل. هو العيل من دول لما رصاصته تخيب ما يستاهلش يعيش ثانيه واحده. حد انت يا ابني على طول متسرع كده، ما ينفعش تضرب على رجالتك، ما ينفعش. تعال تعال قدامي، امشي امشي. ودم الشهيد ما يطلع عليه شمس تانية يا حاج. خليك انت بعيد يا ابني، سيبهولنا احنا يا كبير وهتشوف. النبي تتلهوا اتلهوا يا اخويا، ده كان في ايديكوا. ساكن على شجره في عز الدهر، معرفتوش تصطادوه. دلوقتي عجبوه بعد ما رجع عيش واتكلم جعره. ده سمك ولطف في الميه وقفشته ما بقتش سهلة. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا حاج؟ هي عشان خيبت مرة نقوم نسيبه؟ يا ابني يا ابني يا ابن معروف، قلت لك 100 مرة خليك انت بعيد عن كل ده. ما ينفعش يا حاج ابقى بعيد، ده لما اخويا وفي رقبة العم كله. وانا المعلم وكلمتي على رقاب الكل. وانا بقى ماليش عيش في الدنيا دي طول ما هو بقطع فيها كده. وحياة امه لكون مصفي دمه نقطة نقطة ودم خلبه سنة عشان يعرف مين براء النوح، يعرف مين انا عباد الروح. استنى، خد 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 براء. ولا براء انت، انا وانت هتقف تتفرج عليا. ورايا اخويا ريكاني وباص الدنيا ورايا بسرعه. عفو. اجري عفو، دي خلف عار. يا الف ليله بيضا، شاكرين يا رجاله نجيبكم بالافراح. الخال رجع والحس رجع للبيت من تاني. بالحضن يا غالي، بل ريقي ورد فيا الروح. طبطبي ياما طبطبي يا حبيبي يا ابني. نفضي تراب الظلمة من على كتفي. ما حسيتش اني كنت مسجون الا دلوقتي، ولا سمعت صوت الرصاصة الا هنا. الحمد لله ان ربنا نجاك. انا قلبي اتخلع لما سمعت الخبر، بس برضه ربك حنين ورحمته سابقة قضاه. ما تصدونا بقى من الكلام اللي ملوش عايزه ده، الله خلونا في الفرح اللي العيد اخواننا. يا حبيبي يا ابني. كرابة؟ انت لسه خرصة؟ ما لا في الساعة ده ابو جمعة، انت لسانك سابق على طول كده. تتحكي لغات، تعالى يا كرابة. بلاش محن يا بيت، انا ما احبش النسوان لما تقوى. سيبيها يا اما تعضى. عباية عباية مراته يا حاجة، سيبيها تفك عن نفسها شوية. بلا محن حريم، مش قادرة تستنى لما يتقفل عليهم باب، ولا خلاص الزبدة ساحت عالساق. والسمة اتحرقت يما، واللحمة استوت، وطلبة كاي اتحشم يا واد. يا ألف حمد الله عالسلامة. شوق مراتي هي اللي كانت بتخفف عني مرار غيابك السنين اللي فاتت دي. نورت بيتك يا سي خميس. نور بيك يا مرات الخال. قال لك اسمها شوق. شوق. قربي يا شوق،
حبي على ايد كبير البيت. حبي على ايد افندينا شو؟ لا اله الا الله. لا مؤاخذه. وماله ما يضرش. خميس تعال اقعد على الكرسي. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. في سؤال تقدر تقول كده محيرني، انت ليه كنت بتدافع عني بقلب قوي كده؟ حسيت انك مظلوم، شفتها في عينيك وانت بصيت لي من ورا القفص، سمعتها في رنة صوتك وانت بتحكي لي اللي حصل، قلب المؤمن، حسيتها في رعشة ايديك وانت بتسلم عليا، قلت هي دي الإنسان. هو ده الإنسان، الخسارة في حبل المشنقة. بس أنا عايز أسألك سؤال، هو أنت دلوقتي لما تقتل خاين بقيت مجرم قلب؟ ولما تدور على اللي بيبسط الناس وتجيبه لهم لحد عندهم وهم قاعدين كده بقيت مهرب بقى لا سمح الله؟ مهرب؟ قبض الروح يا بدران مش حاجة سهلة، بس كمان مكتوب عشان الناس تعيش لازم الناس تموت، يعني نفضل عايشين كلنا، وكمان عشان الناس تحس طعم الدنيا لازم يبقى فيه مزاج. ياخد بق. لو عاجبك خليني احط لك شويه هوا تاني. يا على كتفك ده. كفاره يا فندينا. أعرفك براء النوح اللي مطرح ما يحط رجليه بيحضر قبض الروح. ارجع اثبت. وانا بقى حالف بخرج من هنا غير وانا مسلم روحك للخدام يا افندينا. اثبت. متشكرين يا كابتن مصر يا محترف. تطورني يا فندم. اقتلني اقتلني يا خميس. وانت لو ما قتلتنيش انا هقتلك. هقتلك خميس. لو حابب تتعرف ياض انا بقى اعرفك. خميس يا فندم. اول خميس ملوش جمعه يالا. لقيت بتسهر ويانا ولا تروح تتفرج على التلفزيون؟ دوس على الزنات وقتلني. انا مش خارج من هنا غير يا قاتل يا مقتول يا خميس.
ورحمة الغريب لهقتلك يا خميس. اثبت اثبت يا انت فاكر يا دي المدة بيرمرم كده يلا ليه؟ والمدة بتاع عيال المدة عنده مزاج وبيناقي الجتة اللي ناولها الشرف ده. وانا ليه دم عندك؟ وهاخده يا فندينا، هاخده منك يا فندينا وهقتلك. اثبت اثبت يا اثبت يا افتح بوقك يا ابوك ياد عارف انك هنا ما ظنيش انه بالخباوه دي ولا يا زوز ما ظنيش الله يعني انت كده خرجت عن طوع ابوك معلم النوح معناها لازم تتربى ويتعلم عليك بس وابوك هيرى العلامه دي كويس عشان بعد كده تسمع كلام ابوك كلام امك لا ها اثبت اثبت يا اخلص عرفت حاجه وصلنا له يا كبير فين كباريه مالت بيضون رائد لافندينا هناك وانت كنت فين وازاي تسيبه يروح لوحده ما انت عارف دماغ المعلم براء ناشفه زي الحجر رفض حد يروح معاه يوم يروح له في حجر مالت ده كلب افندينا وقطته بتتمسح فيه جهز بسرعه كام راجل من رجالتنا يجوا معانا لازم نلحقه قبل ما ياكلوه يلا بينا خميس قفش الدنوح في كباريه المال وعامل عليه حفله هناك خميس اللي راح له ولا هو اللي جاله لا الواد هو اللي راح بس شكله كان نوع الشر لكن افندينا لعبها معاه وجابه تحت رجله خلاص مال وشك مسفر كده ليه لا لا الا الله النوح مش هيعدي اللي حصل لابنه ده بالسهل حاج هو خميس قرص على الواد بالزياده الظاهر كده ما دام الخبر وصل لك يبقى ضروري راح للنوح طب والعمل يا حاج انت بتسالني يا ابو سنه لم الرجاله وروح في ظهر خميس احسن يخرج يتفاجئ بيهم هات يا جمال يا رب استرها راح فين على الصبح كده يا براك؟ ما تكيش فيه، خليك في حالك. ما هو ده حالي، هو أنا مش مراتك ولا إيه؟ مراتي؟ مراتي بأمارة إيه بقى إن شاء الله؟ بأمارة الوضع اللي أبوك غصبنا عليه. بقول لك إيه؟ حل عنا فوخي والصبح قولي على الصبح. أنت صحيح لو عايز تنتقم من خميس، لازم تعرف إن عنده رجالة كتير وعزوة أكبر. يعني عشان تنتقم منه لازم تبقى قده خدني على اخوانا هو رجالته ابن الكلب بس وديني لكم جايب اجله بايدي دول ساعتها تكبر في عيني وتسد الخانه الفاضيه وتحل محل اللي راح اكبر في عيني مين يا بت؟ اوعي تكوني فاكره ان انا رايح اخد طار اخويا عشان اكبر في نظرك ولا حاجه انت تبقي اتعبطتي قدك 10 مرات
بيترموا تحت رجلي كل ليلة. بس انت بتيجي كل ليلة تترمي تحت رجلي وما بعبركش. ما هو ده تمامك، ما تعرفش تضرب غير النسوان، انما تيجي عند الرجالة وتعمل فار. انا فار يا بنت الكلب؟ وحات امك اللي علمت مامك صح. حرام انت وعيلتك، ربنا يهدك. بس وانت نزلي لتحت دلوقتي. يلا ارفع وشك يا مش ابني النوح اللي يحط وشه في الارض. مش هقدر ارفع وشي يابا غير لما اسحله قدام رجالته واخد حقي بايدي. حقي ما يتاخدش بقعده نسوان في البيت ولا بكلمتين فاضيين. الحق يلزمه قوه تحفر بيها قبر للي ليك طار عنده، والقوه دي لازمها دماغ شغاله عشان توزن بيها كل ده، عشان يوم ما تضرب كفتك انت اللي بتضرب. فهمت يا براء؟ أداري دموعي جواها، محدش عنده فرحة سلام. أنا مش عارفني، أنا التوت مني، أنا مش أنا. أنا مش عارفني، أنا التوت مني، أنا مش أنا. أنا مش عايز دوشة، أبات برة أبات جوة، دي حاجة تبع المزاج والكيف. ماشي، مش عايز عكنانة وبراحتي. محدش عنده ضحكة السلف أداري. أمي مالها صوت في البيت. شفت ايه؟ مين اللي ساجد يعمل؟ ممكن تكون قطه يا سي خميس. الحريم يدخلوا الاول. خال اهزوا الزومات، خليكم في ظهري. يلا في ايه؟ في حد كان بيحاول يحط من على الكوره يا فندم. انتوا عارفين تتفرجوا ورا. يلا يا رجال ورا. عملتك ايه؟ طب سيب السكينة في ايدك دي يا ابني، كده هتعور نفسك. ما تخافش، انا هسيب السلاح اهو عشان تطمن. حاجة يا ابني، سيب السكينة اللي في ايدك دي. ما
تخافيش يا كرام، ما تخافيش يا حبيبتي، ده ضيف. وكرام الضيف ايه؟ واجب طبعا. تشرب ايه يا ابني؟ تشرب ايه؟ شاي؟ شايك ايه؟ سكرك ايه؟ معلقة؟ ولا اتنين؟ ولا زيادة؟ ايوه هي زيادة. يلا يلا اثبت، خليك مخانق، قوم قوم اخويا قوم. تعالى خفيف ولا اي حاجه. وطي ياض حب على رجل سيدك افندينا. ياض انت ايه ما بتسمعش؟ بيقول لك وطي يبقى توطي. ما توطي ياض. بالراحة يا زوز، شويش يا مطني، ده مهما كان يتعدى أسير حرب، يعني لازم يتعامل حسب القانون الدولي. ولا تحب تتعامل حسب قانون أفندينا؟ ناخد رأي الرجالة عشان راجل ديمقراطي. إيه الديمقراطية يا رجالة؟ اللي تقول عليه يا أفندينا. شفت؟ لازم أخد رأي رجالتي. مش زي الكلب اللي بعتك تتهجم في انتصاص الليالي على بيت أفندينا. المرة اللي فاتت يا زوز قلنا ابنه وضناه وروحناه، انما المره دي ده كلب متأجر. انا ايه الغباوه دي يا زوز؟ مطي ايه رايكم يا رجاله، القانون الدولي ولا قانون افندينا؟ قانون افندينا طبعا. يبقى انا كده مضطر ان افصل راسه عن جسمه وابعتها للكلب اللي بعته. وايه اللي هيقوله؟ ان خميس افندينا السجن تناه. بعد الشر يا فندينا. مع ان اصعب شيء قتل النفس. استعنا على الشهاب الليل. خميس سيبه يمشي يا خميس. ايه ارد عليك عم الشيخ. معلم النوح كبير الصحراء، جماله حفظها شبر شبر، واسمه عندنا زي الجنيه الذهب. ابنه براءة
أشقى خطر في المنطقة وأسرع موزع في السوق، واسمه مكتوب بالحبر السري عند الداخلية لغاية دلوقتي. معلم أبو سنة، يا جمالك يا معلم يا خال، يا كبير الكبار، يا أمير الأمراء، يا مكيف الكيف، يا أصل الدويقة ومنشية ناصر، صيتك من الصعيد لغاية هنا. خميس أبو سنة أفندينا، رنس المزاج، أبو الرجال، وكفه معلم على وش اللي ما يتسموش. خلاصة الكلام يا رجالة، الفرقة خطر والمصلحة تحكم. قبل ما تكمل يا باشا، الحكاية أصلها الدم، والدم أصله غدر. دي ما تسويش دي يا أبو السنة. الموت أهون يا نوح. أيوة بس لما يبقى القتيل ده ابنك ولا أخوك، الكلام هنا يفرق أوي يا معلم أبو السنة. جرى يا رجالة، احنا مش جايين نقلب في الدفاتر ونصفي حسابات، اللي فات مات، كفايه عليك يا نوح بضاعتك اللي راحت، والراجل بتاعك اللي الحكومه مسكته قعدت تعصر فيه عشان يقر، الله اعلم خلصتك منه ازاي. وانت ابو سنه بضاعتك بدات تشح في السوق، هتنكشف والشغل الشعبي ما بقاش يليق بافندينا. شوفوا يا رجاله، كلنا عارفين قانون اللعبه كويس، اللي هيورب سنة هيقع، عشان كده لازم نركز ونشوف مصلحتنا، واللي مش عايز ما يلزمناش. السوق زي ما ليه ايد بتدي، ليه سنان بتعض ورجلين بتفرم وتخلص. ربنا يا رب يعوضنا على البضاعة اللي راحت، وإذا كانت الخسارة على قد الفلوس ما يهمنيش، إنما الخسارة اللي لا يمكن أسكت عليها أبداً هي خسارة الرجالة. ربنا يديم علينا نعمة اللمة بتاعتنا، نعرف فاتحة على المرحوم. آمين آمين آمين. فاتحة عهد، والعهد سيف على رقاب الكل. بس أنا مزنوق في سؤال كده يا باشا. فك نفسك وقول يا أبو سنة. هو مين المرحوم؟ مرحوم يبقى الدار اللي بيننا وبينهم يا خال. سعيكم مشكور يا رجاله. استنى انت يا خميس. عايزك. مصر بتبقى حلوة قوي بالليلة خميس، تحس ان كلها بتاعتك ومحطوطة في جيبك، تحس انك راكب فرس وماسك اللجام كويس. مالك يا خميس؟ مفيش يا باشا، بس انت قلت لي عايزك وجينا و... وقالك ساعه ما تتكلم عن مصر حلوه ومصر جميله ما انا عارفها. انا متابعك من زمان يا خميس، دخلت دماغي وانا صعب قوي حد يدخل دماغي، من وانت صغير وانا مراقبك، عجبتني لان ليك كرامات مع الحكومه، واللي عجبني اكتر ان انت رميت عمرك ورا ظهرك ورحت تطالب بحقك وقتلت غريب وسط الحكومه. خيانه تمنها الموت. في السنين اللي فاتت خميس السوق اتغير، ناس كتير اتحرقت، انا كنت مستنيك، انت خلاص اديت الحكومه حقها، ناخد حقنا بقى. لا يا باشا، بس انا يا دوب لسه خارج بتفرج على الدنيا من بره، ما عنديش نيه اغرس تاني. كيف ما بقاش المزاج خلاص يا خميس؟ انا بيت العمر بتاع مزاج، من وانا عيل صغير قد كده وانا بتاع مزاج، وبحبه وبشتغله بمزاج، وزبايني كله بتوع مزاج، ناس رايقه ما عندهمش مشاكل ولا ليهم في الدوشه ولا حتى لخبطه الكيمياء. الناس اتطحنت خميس، بقت عايشه في دوامه، الطحنه دي خلصت على اللي في جيوبهم وخلصت على صحتهم، بقى الزبون من دول يدور على نص برشامه عشان يونون، واللي معاه قرش ما يلزموش البني خلاص، بقى بيدور على خطين ابيض مخلوط عشان يسافر. زمن المزاج ولا يا خميس،
عايز مني ايه بالظبط يا باشا؟ انا اصطفيتك خليك كبير السوق. ايه بيه بس انا لما وقعت انت سبتناها. عيب عليك تقول كده يا خميس، انا حاطط عيني عليك حتى قبل ما تخش السجن. امال مين اللي غير الحرز بتاع البضاعه قبل ما تروح المعمل الجنائي؟ مين اللي جاب شهود نفي وخلى تحريات المباحث تقول ان ما كانش عندك نيه تقتل غريب؟ مين اللي ضغط على نوح وقال له ما يتهمكش بقتل ابنه ويحضر المحاكمه بتاعتك كلها من غير شوشره؟ كل اللي انا عملته ده يا خميس خلاك تاخد 7 سنين بس، وانقذت رقبتك من حبل المشتله. والحقيقه ان بدران ما كذبش خبر، نفذ كل اللي قلته له بالحرف الواحد. شفت بقى انت ظالمني ازاي يا خميس؟ بدران يا معلم، هل انا ما انت عارفني، انا طول عمري كلمتي واحده، العاشة عندي يوم الخميس زي ما وعدتك. لا لا، واطمن اطمن، هعمل لك أكلة خفيفة عشان ما تحماش على صدرك. ماشي، استنيك انت والرجالة. السلامة يا معلمة. على النعمة من نعمة رب، انت اللي معلمة يا معلمة. قدرت تضربك السوق في ثانية الا ربع. ما انت عارفني يا ده براء، انا ماليش في البيت، انا طول عمري احب الحاجة الطازة قبل ما تحمض وتفوح ريحتها وتلم عليها الدبان. ربنا يجعل كلامنا خفيف على الدبان. براه، انا مش عاوز جنس مخلوق يحس بالمصلحه دي خالص. ورحمه الغريب، لو عيله ابو سنه دخلت في الحوار ده لكون ما انقشهم بسناني دول. خليهم غرقانين في البن اللي راح زمنه، يبقوا يقابلوني. مش هيدوم، مش هيدوم. خميس أكيد هينقل على ملعبنا، وضاوية وأبو سنة هيلعبوا في نفوخه جامد. آه، بس الخوف بقى لا تكون دي رغبة الباشا كمان. يا دي الباشا، يا دي البعبع، ما طالما فيها باشا هتقول لي هدنة ونطاطي ونستنى زي كل مرة يا حاج. خسارة يا براء، يا 1000 مليون خسارة. كان نفسي ومنى عيني يا براءة تتعلم من الجمال اللي انت بتربي في وسطيهم. ياد، خزن واصبر، خزن واصبر، عشان يوم ما تقلب تلاقي الزاد اللي يكفيك وتضرب ضربة معلم. عم محمد، وازاي مراتك وولادك؟ تسلمي يا ست هانم، ربنا ما يحرمناش منك يا رب. استمري بقى في حوار الدعاء ده، يمكن دعاء منهم يظبط معاك. ربنا يسعدك يا رب ويحفظك من كل شر. طلع لي الشنط على فوق. عيني. حاضر. اهلا اهلا، اخيرا بنتي حبيبتي رجعت لي. وحشتني قوي يا ابوي، خلاص هتزهق مني. هزهق منك ايه؟ الله، ايه يا بنت الحلاوه دي، انت طالعه على ابوكي ولا ايه؟ ها، طمنيني. تمام يا كوتش، خلاص خدت الشهاده ولازقالك. يعني بقيتي 100 100 في الكيمياء؟ يعني اسيبك انا عشان ورايا مليون الف حاجه. يا بنتي اقعدي خدي نفسك في السفر. نفسي ايه يا عمروتي؟ انا عايز ارمي نفسي في البول واطلع انام لي شويه واروح اقابل صحابي، وحشني موت. طب اعملي حسابك هنتغدى سوا. لا، انا كلت في الطياره، ما تعطلنيش بقى. يا بنت المروشه. هم يا رجاله، مش هنقعد طول النهار نرص بالكام كرتونه دول. يلا عايزين نوصل بالنهار. امن على الكراتين كويس يا مطر. حاضر. هاو ممكن نطيرهم. عناية. حاضر يا معلم. يلا شدوا حيلكم شويه. يلا يا رجاله مفيش وقت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا فندينا. اهلا.
هتشاور البضاعة اللي هنستلمها في الكراتين دي؟ أيوة أمال إيه؟ دي كراتين متأمنة وآخر حلاوة. يعني لو قابلنا كمين في الطريق مش هيعترف حاجة؟ الله. أيوة أمال إيه؟ زوز هات كرتونة فرج يا فندينا. حاضر. اتفضل يا فندينا. الكرتونة دي طبقتين. طبقة فوق معسل وطبقة اللي تحت معسل. وفي النص هنشاون البضاعة. يعني اللي هيفتش مش هيلاقي غير معسل وبس، وده شغلنا يعني في السليم. يعني لو جه ظابط رخم رخم وقام عامل كده البضاعة بتاعتنا اتكشفت وعليها المعسل بتاعنا، يعني لابسينها لابسينها. الله عليك يا معلمي. خليك في شغلك هلا يا فندينا، دي عملية متجربة قبل كده كذا مرة وعدت. مش كل مرة تسلم الجرة يا خال، لازم يكون في فكر جديد. لازم الحكومة بقى عندها حاجات حديثة، لازم احنا كمان يبقى عندنا فكر حديث. صح. مار يعني مثلا مثلا بطني. نعم. لا لا استنى، الشغلانه دي عايزه واحد نبيه، عايزه واحد يلقطها كده ذكي. بص يا زوز، قومر افندينا، هتحل الصاجه دي بتاعت ارضيه الصندوق وهتحط لي صاجه تانيه تحت، وفوق منها ترص البضاعه، وفوق منيهم تحط صاجه تانيه انما دبل ومن غير مسامير. هتمسك ازاي من غير مسامير يا افندينا؟ اتقل يا خال اتقل عشان تاخد شغل نظيف. هتتحط كابس يعني كابس، لاني احط ارضيه الصندوق الاصلانيه واربطها بقى بالمسامير. فهمت يا زوز؟ لا مش فاهم. انا بقى فهمت. لا حول ولا قوه الا بالله، محيرني انتوا الجوز. والكراتين تبقى فوق زي ما هي انما فيها معسل وبس. برنس يا معلمي. خدت بالك يا خال؟ كده لو فتشوا هيفتشوا الكراتين مليانه معسل اكل عشنا، ومش ممكن يخطر في بالهم ان هم يحلوا ارضيه الصندوق. ولو جت في دماغهم هيحل الارضيه هيلاقي صاج، واستحاله يخطر على باله ان البضاعه في بطن الصاج، وكده نبقى في الامان. ولا يا خال؟ منك نتعلم يا فندينا. ايه محدش يتعلم ببلاش، اعتمد يا ابني انت اهو، يتوب علينا ربنا. يلا يا مطلي يلا عشان نازل الكراتين. تعال واوعى تحكها. يا ولمي خد يا ابني، خد يا زوز. ناوي يلا هم يا رجاله. يلا يا اخوان انت وهو. يلا. اهلا 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 بريحه الحبايب وريحه اهالينا كمان. اتفضل يا استريح. ايه يا معلم، مش هتعايل البضاعه عشان تمضينا على الوصل؟ مش قبل ما تاخد واجبك يا راجل. شفاعة. أمر يا كبير. عد رجالة المعلم هريدي وابعت للحاتي، هات اللي يكفي وزيادة. حصل يا كبير. طول عمرك أهل كرم يا معلم نوح. ما ينفعش أي مخلوق على الأرض يحس إن أنا ليا أي دخل. عيب يا معلم، ودي كانت أول مرة؟ بس المرة دي بقى غير كل مرة. اتضمن يا معلم، حط في بطنك شاد البطيخ صفر. العبها من ابعد حته ممكن تطولها، مش لازم اي حد من رجالتك يبان فيها. ما انا مش عاوز اسيب اي فرصه لاي غلطه مش محسوبه. اعتبره حصل. حس كده ده مش خساره فيك. تسلم يا سيد المعلمين. روح يا راجل بالسم الهاري، الهي يتسرق منك. بتقول حاجة يا معلم؟ بقول لك منور منور. الطريق ده مقطوع يا خميس، ملناش فيه ناس كتير يعرفونا. كان هيجرى ايه لو سيبنا رجالة الدهان يجوا ورانا يأمنوا ظهرنا؟ كم كدبك يا خال؟ البضاعة دي احنا دافعين دم قلبنا فيها خميس.
خليها على الله. والله على الله. رزق. كتر جمال يا رب. عسل ده بتاعنا ودي حبة فلوس يا ابني. اللي بتعملوه ده ما يصحش. الفلوس قدامك اهي، خدوها وسيبونا نروح لحالنا. حلمك بس يا خال، في حاجة أهم من الفلوس. انتوا عايزين ايه بالظبط؟ راس افندينا. مين اللي بعتك ده؟ مين هذا اللي بعتك؟ بس افندينا ابن الكلب. مين هذا اللي بعتك؟ مين اللي بعتك؟ وانتوا فين دلوقتي؟ يعني كله تمام؟ ما حصلش عوق؟ بركة انكم بخير. لا اصلي كان قلبي مقبوض شوية وعيني كانت بترف، عشان كده تلاقي صوتي مخستح حبتين. توصلوا بالسلامة يا حبيبي. خميس، لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله. اشكرك يا رب اشكرك. كرامة هاتي لي ما ياخد الدواء. شرابيه طورين يا حاج. هاتي لي ما يتوضى علشان اصلي ركعتين شكر لله. حاضر يا حاج. الحمد لله انت كريم. يبارك لك يا رب. بالراحه على نفسك سلوسي. اللهفه على اللي في سنك خطر. عايزاك تلمي شويه مشاعرك اللي متبعتره دي. هتطفشي الراجل، هيزهق هيهج. انا هعوزك تطلعي انتي؟ ليه يا اختي؟ من قله النسوان؟ اخص الحق عليا. كنت عايزاكي ترمي العظمتين، تظبطي هرموناتك، بدل ما الحيزبون اللي جوه تجيبلك واحده عالزيرو وتقلبلك عداد وتحطلك فطاسفره. عارفه ليه؟ عشان البيبي ولي العهد. اصل انتي ما بتخلفيش. قولي ان شاء الله. مع راجل من رجالة هليل. بتقول ايه؟ وهو فين دلوقتي؟ على البوابة. نضرب عليه نار كبير. لا! اوعى حد يضرب نار. ده جاي يعور نفسه علينا. جاي عاوز يعمل لنا مشكلة مع الباشا. اوعى حد يضرب عليه نار. اجي قول للرجالة كده. عمرك يا كبير. محدش يضرب عليه نار. ازاي تسيبه يروح لوحده يا ابو سنة؟ ازاي؟ ما انت عارف ابنك يا حاجة. خميس دماغه انشف من ريق العطشان.
غلو بتتحايل عليه ياخد معاه حد تاني غير الزوز؟ قال لي لا، الزوز وبس. راح يحط ايده في جحر تعابين مسمومه. حلف ما تعدي الليله دي غير لما يعلم على النوح ورجالته، وخد الواد اللي مسكناه وراح له بيه. وايه اللي عرفه ان النوح وراها؟ ما هو الواد اللي مسكناه قر وجاي تقعد جنبي. عايزين اعمل ايه تاني يا حاجه؟ الخميس خلاص مبقالوش كبير، وصغرني الليله في حوارات كتير قوي. عايزها توصل ليه تاني يا حاجه؟ تاخد الرجاله وتروح على بيت النوح وتلبدله هناك لغايه ما يطلع. ما يصحش يا فندينا يبقى ظهره عريان في وسط ناس زي دي. ايوه حاجه بس ده كده. بقول لك ايه، ده امر، امر يا ابو سنه. هات يا جمال يا رب. حاضر يا حاج. الرجالة بتتواجد! ما بيخبوش رجالة في الضلمة! ودي من سالك! يلا يلا. يلا معلم. بالله سلام. ايه مالك محظوظة فيها؟ ابدا يا باشا، اصلا الصراحة يعني اول ما قالوا ان انا هقابل باشا كبير خدت رجلي وجيت جري، وديك الساعة انا ما قابل باشا كبير. طب اسمعي اللي هقولك عليه كويس، قبل ما تنزلي من هنا تاخدي الحاجة اللي في الشنطة دي، شوية هدوم كده يعني على اعتبار انك كنت بتشتريهم، ده لو حد سألك. ولو ما حدش سألك هتيجي برضه تقولي لي مين سألك ومين ما سألكيش، وقال لك ايه وامتى وازاي وفين. والنبي انا اطمنت لك، انا هاجي اقعد جنبك. بتعملي ايه يا مجنونه؟ اقفلي الباب، مش عاوزين حد ياخد باله. ايه بس يا باشا؟ انا هزمك على العشاء. معلش يا باشا، اصلها يعني الصراحه اول مره تحصل لي نظام البشاوات والحاجات دي يعني. من غير لا توعك، احنا من دلوقتي المفروض نتفق على طريقه نشتغل فيها مع بعض. ماشي. من النهارده انت شغاله معايا انا، يعني اي حاجه هتعرفيها تيجي تقوليها لي انا. ها؟ بالحرف الواحد. تمام يا باشا، انت تقول كل اللي انت نفسك فيه وانا وداني دي ما ترطق. على فين يا انا؟ روكسي بقى وعليك خير. روكسي اللي نعرفه يوم. ايوه يا باشا، خميس افندينا كان عندي هنا وكان ماسك في زمارة رقبتي، وكان عايز سعادتك يطلع السر الالهي، واول ما سمع اسم براء النوح خد في وشه وطار، فانا قلت ابلغ سعادتك باللي حصل عشان تعرف تتصرف. أمرني معاليك. مع السلامة. شلبي ضحكتني يا خميس، مع ان النهارده مزاجي مش معدول. انا كبرت لك يا باشا وجيت لغايه عندك، غير كده وكتاب الله ما عندي غير ده فضيه في دماغه. الله الله الله، ايه الكلام ده بقى؟ خميس افندينا على سنه ورمح عايز يروح للنوح في المنطقه بتاعتهم ويقلبها ظلمه عشان ابنه مد ايده على واحده ست؟ ده كلام يا راجل؟ الواحده دي يا باشا معدوده من حريمي ومن اهل بيتي، واللي يمسها يمسني وكرامتها من كرامتي. معاش اللي يمس كرامتك يا خميس. امال اللي عمله ابن النوح ده اسمه ايه؟ لعب عيال. لعب العيال ده عندنا يا بيه بتطير فيه رجاب. رجاب؟ لا ده الزربونه الصعيدي طلعت. اللي قول لي يا خميس، يا ست دي تخصك قوي قوي كده؟ انا كده عملت بالاصول يا بيه. اه ده خميس ما يبقاش دمك حامي كده، اقعد. ما ظنيش ليك كلام، في نفس تاني. اسلم لي نفسك يا ريس خميس. خد يا خميس. ايه ده؟ دي دعوة حفلة عاملها لبنتي بمناسبة رجوعها من بره. حفلة؟ ويهمني انك تيجي وتشرفني يا خميس. انا ماليش يا باشا. يا خميس لازم تيجي وتجيب الهانم اللي عايزين نرد لها اعتبارها معاك، لان كرامتها في رقبتنا كلنا، واللي هعمله ليلتها لو ما عجبكش ليك مطلق الحرية تعمل اللي انت عايزه. هاي عمروتي. ها حبيبتي فريدة بنتي، خميسة فندينا. هاي. يتوب علينا ربنا. صغاري قال ايه مش عايز يجي الحفلة بتاعتك؟ قال ما بيعرفش يرقص. نيجي يا بيه نيجي، نيجي ما. نيجي ونرقص كمان. تعرف ترقص فالس يا خميس؟ فالس؟ اه. أنا ما دخلت المدرسة كنت الأول على الفالس.
تعرف الفالس ده بيتحزموا له بايه؟ هو بيتحزموا له برضه؟ مفيش رقص من غير تحزيم يا خميس. احنا مش هنخلص يا نوح من الليله دي ولا ايه؟ ليله ايه يا باشا؟ ما احنا جاهزين اهو الدنيا تمام. انا مش بتكلم على الشغل. امال بتتكلم عن ايه سعادتك؟ نورني معاليك. عن لعب العيال اللي مع خميس اللي ملوش اخر. انا استحملت قله ادبه على الاخر. وكل ده عشان العهد اللي خدته علينا. ومن يوميها وانا انا سكت لك على لعبه الصعيد يا نوح وعلى الغشم اللي عملته فيها، وده كان هيبقى سبب كبير قوي ان امحيك من السوق، لانها حركه ما تطلعش من ابن بلد زيك. عشت يا باشا. ده مش عشان خاطر سواد عينيك، ده عشان خاطر خميس طلع واد عرف يزنقك في خمت الياك وجاب الواد لغايه عندك في البيت وعلم عليك زي ما علم على ابنك في الكباريه. صدقني يا باشا انا لحد السعاري ما اعرفش ايه اللي حصل. ما هو لو ما تعرفش يا نوح تبقى مصيبة، ولو عارف وبتستعبط عليا يبقى مش حلو وهتزعلني. ما عادش يزعلك يا باشا، ده احنا كلنا رجالتك. ما عشان انت من رجالتي انا جبتك هنا وبتكلم معاك. واحد غيرك كان زمانك بتترحم عليه. لم ابنك يا نوح وقول له ابعد عن حريم خميس. بس افهم الاول هو عمل ايه وانا اقطم لك رقبته. التفاصيل دي عنده هو. انا قلت كل اللي عندي. وخلص الكلام. أمرك يا باشا. اعمل حسابك إن العملية الجاية حصتك كلها رايحة الخميس. يا باشا بس كده ده أقل عربون تدفعه على الوساخة اللي بيعملها ابنك. اللي تؤمر بيه يا باشا. تروح لهم وتتفق معاهم وتشوفهم عايزين إيه. أما مين دول يا باشا؟ عيلة أفندينا. مين؟ قابلتك ضاوية. النوح ممكن يبيع نفسه علشان ما ترجعش السوق تاني، فبلاش لعب العيال علشان ما ينولش مراده. عيال ايه يا حاج؟ مش فاهم تقصد ايه. اللعبه اللي بتلعبها انت وابنه مش هتجيب فايده. براء النوح عايز يرد لي القلم. هما بيشغلوك عن السوق بكلام فارغ. خميس احنا في عرض رجعتك في السوق، ما تتكلم يا ابو سيدنا. ساكت ليه؟ معاه حق ابو جمعه. النوح رميلك ابنه في سكتك علشان يكعبلك فيه لحد ما يلاقي لك خور يدخل لك منه. صبح. ما انا فاهم كل ده، وعلشان كده انا رحت قدام العمروتي وحطيت النوح وابنه عشان ابقى نفضت ايدي من العهد. وبكده انا بحكيت له كل وسخاتهم معايا من ساعه ما خرجت من السجن وزنقتهم معايا. ده عين العقل يا ابن بطني. وبكده تبقى شديت عودك وصلبت طولك ورميت عظمك. واذا حب النوح ياكلك في السوق اتحشر له في الزور والعمروتي هيخلصك منه. هو العمروتي قال لك ايه بالظبط؟ يتوب علينا ربنا. يا مساء المزاج العالي يا معلم. خير يا حاج؟ جايبني على ملأ وشي ليه؟ مصايبك اللي ما بتخلصش وملحقاني في كل حته ومخلياني قططك ده واسمع من ده. وكل ده ليه؟ عشان عقل سعادتك في رجليك. في كل سكه مصيبه وفي كل حته كارثه وفي كل طلعة بلوى بتيجي على دماغ أهلي أنا. جرالك إيه يا حاج؟ فيه إيه؟ إيه لازمته الموشح ده كله؟ مصلحة الطياري، المصلحة اللي عداية اللي اشتغلتني بيها. مصلحة إيه دي؟ أنا مش فاهم حاجة. أنت واد زبالة، واد غبي وأهطل، ما أنتش فاهم حاجة في دنيتك. وبسبب عمليتك السودة دي هتجبرني اروح لحد افندينا في بيته واطلب منه السماح. اوعى تعمل كده يا حاج، اوعى تعمل كده. وانت خليت لي حل تاني. انت لو عملت كده يا حاج انا هقتله وهقتلك.
وهقتل نفسي معاكم. اللي حصلت يا فندم. ترى شفاعة يا رب المعلم النور وأمان. ماشي انتوا فاكرين النوح ده ايه؟ عيل صغير ولا تاجر نص اليابة؟ ده راجل من كبارات تجار الكار وله ناس ورجالته وعزوته، يعني مش بالساهل كده انه يطاط الكلام العمروتي ويلم الدور معانا. احنا في بيننا وبينه دم يا حاجة، مش بضاعة وفلوس. السوق شقلب حاله ابو جمعة وانت في السجن، والسيطرة ما بقتش زي الاول. خش. لا مؤاخذة يا فندينا، اللي جابك هنا يا زوز؟ في زيارة مش على البال ولا على الخاطر. زيارة من مين؟ النمح بره. هات يا جمال يا رب. اهلا وسهلا بسيد المعلمين، كبير عيلة النوح وكبير الكيف وصاحب المزاج في البر كله. نورت يا معلم. النور نورك يا حاجة. ايه الريح الطيبة اللي حدفتك علينا يا معلم؟ كل خير يا حاجة، حق وبنرد لاصحابه. دوز امر فندينك. خد رجالة المعلم نوح وسيهم شاي، خليهم يريحوا ايديهم شويه بس. جايه وجب افندينا. يلا رجاله نفذ يا كبير. نفذ بس خليك قريب. حافظ. يلا رجاله يلا رجاله. حق مين واصحابه مين يا معلم؟ حق افندينا وجايين نردهولي. الحق اترد لاصحابه من ساعة رجلك ما خطت عتبتنا، وعلى رأي المثل من دخل بيتنا استاهل محبتنا. اه ومن جه ضارك جاب الحق عليك، وما حب الا بعد عداوة. انا جاي امد ايدي واقول صافي يا لبن. قلت ايه يا معلمة؟ ما تحضرنا يا معلم ابو سلمى. الله يا معلم. انا بقول القول عند كبرنا يا معلم نوح. الرد عند افندينا. قلت ايه يا كبير؟ حليب يا قشطه.
تبقى ليلة القدر اتفتحت لك يا فندينا. انت مستقلية بابنك ولا ايه يما؟ معاش اللي يقول كده. انا قصدي اقول ان جوازة زي دي في مصلحتنا، خصوصا وانت لسه ما نفضتش تراب السجن من على جتتك، ولما سبتنا بقينا في النازل، وجوازة زي دي هتفتح في وشنا الابواب ونقب من على وش الدنيا. انا يا فندينا يما وان كانت الدنيا ادتني ظهرها حبتين فمسيرها تروق وتحلى وتدينا وشها وتضحك من تاني. ما هي بتضحك لينا بس انت اللي مغفلاها قوي. دي سكه مش لازماني. واللي تلزمك الرقاصه اللي واكل عقلك. رقصتي؟ انت فاكرني نايمه على وداني ولا عاجزه بصحيح؟ انا من الكرسي ده بدور الدنيا بحالها. خلاص يا حاجه ملوش لزوم الكلام ده. بس الزامنا انا يا روح امك، مش افندينا اللي يقع في بيت زي دي ويتجوزها، واذا كانت لازماك قوي ارملها قرشين اخر الليل زيها زي غيرها وزيك زي غيرك. بزياده بقى يا اما. بزيادتك انت، انت اللي لازم لك قفله. خلاص القفله بقت بضبه مفتاح والحكايه جابت اخرها. يبقى تتجوزها بعد ما تخلص المصلحه، والقرشين اللي هيطلعوا منها يخلوك تخش عليهم بقلب جامد وراسك مرفوع لفوق. ربنا يهديك يا ابني، ربنا يهديك ويبعد عنك ولاد الحرام. الله أكبر الله. طب وكان لازمته ايه بقى الحوار ده كله لما انت ناوي تلمها في الاخر؟ ده شغل عتاق يا حمار. ما انا كنت فاهم كده يا معلم، بس لما الموضوع يطلع على فشوش يبقى الحكايه فيها انه مش لازم الضربه تصير، كفايه قوي انها تدوش. امنها الحكومه تنتبه له وتحل عند سمان احنا، ومنها هو يبقى مطمن لنا قبل ما يخطب رجله في الملعب. انت بتثبتني؟ بتثبتني انا يا معلم؟ بقى انا اقول لك مش هخليه يهوبها وانت تجيب ورا عشان تفتح له سكه؟ وليه ياد ما تقولش ان انا بحفر له قبره؟ ما انا قلت لك سيبنا جيب لك عجله. ما انت حاولت مره واتنين وانا قبلك. ايه اللي حصل في الاخر؟ ده قط بسبعة ارواح، هو قام منها واحنا خسرنا نص المصلحه. طب ما ترسينا على اللي في دماغك، ولا انت لسه شايل مني يا سيد المعلمين؟ شايل منك يا ده انت ابني حبيبي. انا نفسي تبقى كبير الناس دي كلها، وكمان نفسي ومنى عيني تبطل غشم ولعب ناشف وتبقى بقى حريف عشان تبقى هداف زي ابوك. طب ما ترسيني يابا على الخطه وريحني. مع انك ساعات بتبقى حمار قوي، انما برضه ساعات كتير بتعمل حاجات بتعجبني، واقول انك بغشمك ده راسم الخطه معايا. قصدك ايه؟ رمانه. الله، ولا الحوار ده وصل لك يا سيدي المزاج؟ مش مهم وصل لي ازاي، المهم انه عجبني. اهو كده يا ابني، اهو كده. مش تقول لي ضرب بالحزام وعلامه في الوش. ايه ده؟ ايه ده؟ احنا يا ابني والعياذ بالله مش الحكومه عشان نعمل الكلام ده. لا لا لا، انت بقى تخش عليها بالهادي باللطيف بالظريف، وشويه شويه تجيبها على اسنانها في صفنا، ساعتها تبقى انت ابن ابوك بصحيح. يعني ايه؟ يعني انا عرفت اجيب جول؟ يا ريتك تعرف تكرره تاني. وحط ايدك بقى في ايدي واحنا نحذف افندينا بره الملعب في غمضه عين. بس ده ما كانش يقولك زمان، طول الوقت عمال تقول لي بلاش نعمل مشاكل، بلاش عشان العمروتي باشا. وبرضه هقول لك كده، عارف ليه؟ عشان انت خفيف ومتعور في الوش.
انا يعني لما بعوز اعور اعور في لا مؤاخذه حته من الدنيا وخلاص. ها فهمت؟ فهمت فهمت.